bleu. Excuse-moi. Tu cours toujours comme ça? Je voulais juste demander si t'es arabe en fait. Oui. Laisse-moi deviner, t'es égyptien. Oui. Putain, je suis trop forte. Et à ton avis, moi je viens d'où? يعني ديما لسه ما جبتهاش دي. اهلا بك يا خينا. عربيه؟ اه بس منين بقى؟ انا كنت من المغرب. فخر. عيسى سالم. انت بتتغلبط في اسمك كمان؟ لا هو موضوع طويل يعني. بس ايه؟ يعني انا اهلي بينادوني يقولوا لي يا فخر، بس هم جم سجلوني يعني في السجلات وكده باسم عيسى سالم، فبقى عندي اسمين فتلاقيني يعني بقى بلخبط شويه يعني. خلاص يبقى ناديك فخر زي عائلتك. زي ما انت عايزه. ممكن نمشي معاك شويه؟ اه طبعا اتفضلي. لو مشي زي لا 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 خالص خالص اتفضلي. بقى لي اسابيع عايزه اتكلم معاك عشان حسيت انك مصري، بس انت بتختفي طول الوقت. هو مش بختفي، بس انا يعني الفرنساوي بتاعي على قده يعني، فمش عارف اتكلم مع الناس، فتلاقيني كده واخد جنب مع يعني. اوكي، انت ازاي جيت الجامعه دي وانت لغتك فرنساويه؟ موضوع طويل بقى يعني، هحكي لك بعدين يعني. انت كل حكاياتك طويله. ما طالعه لي، ما انت شايف انا عامل ازاي. تعرف من كم سنه كنت بحب شاب مصري؟ ايه ده فعلا؟ حصل له ايه؟ اتمسك ولا هرب؟ من 8 سنين كنت كتير بحب داريدا، وكان في واحد الرواية قريتها بالمدرسة اسمها لو سيزيام جور. سيزيام ست، اليوم السادس. ايه ايوه، اتعملت فيلم كمان. بالظبط، ووقتها عرفت ان هذاك الفيلم هيتعرض هنا، فقلت لازم اروح. ولما رحت شفت هذاك الممثل المصري محي الدين. محسن محي الدين. ايه طبعا، وقعت غرامه وقلت لازم اتجوز هذاك الشاب، فبعت له جوابات. ايه ده فعلا؟ هو رد عليكي؟ طبعا يرد على ايه؟ بعت له عنوان غلط ولا ايه؟ وحتى لما رحت مصر حاولت اشوفه لكن ما شفتوش، لكن ماشي مشكل، حبيت كثير مصر انا. أنا كمان حبيت مصر كتير والله وبحبها، بس الظاهر بقى في ناس هناك ما بيحبونيش. بس أنت عارفة أنا دي أول مرة أسافر فيها برا مصر. واو. والله حلوة، بس يعني لو كانت في ظروف تانية كانت هتبقى أحلى. الحياة هنا صعبة قوي، مش عارف أتكلم مع الناس، الفرنساوي بتاعي تعبان جدا، فتعبت بصراحة. اسمع، أنا ممكن أساعدك، ممكن ندرس المحاضرات اللي فاتتك اللي تحب. فعلا؟ مش هتقل عليك يعني؟ لا ماشي. ومدون هضرب الفرنسي من دابا. لا لو من دابا خلاص إن شاء الله، من دابا هنعمل إيه بقى من دابا؟ أنصدق معلم مغربية، ما تنطقش معلم فرنساوية معايا. طب معلش خلينا بقى نتقابل في وقت تاني عشان انا اصلا مش فاهمك. يلا سلام، عايزه حاجه؟ يلا باي باي.